صباح الخير باسكال، صباح النور. كيفك اليوم؟ منيحة. شو عنا؟ بدنا نعمل شيء مهضوم قلتي لي، بس بدنا نتابعه مرت الجاي. يمكن ما نلحق اليوم لانه بدها كذا مرحله نعملها، جلسة. كذا جلسه. يعني انا اخترت فكره مهضومه مثل بيبليوتيك صغيره تنحط على الحيط، معموله من قدد، يعني قدد خشب فينا نجيبهم من حي لمحل، ونحن بنعمل كومبوزيشن يلي بدنا اياها. انا نقيت لكم الكومبوزيشن، رح نشوفها سوا بالصوره. يلي منها رح ننطلق لحتى نعمل الفكره وننفذها ونشوف كيف بدنا ننفذها سوا. سلبي. هي فكرتنا ستاف، كثير يعني هينه، اوريجينال ومودرن. اوريجينال مودرن هينه، منا صعبه، خصوصا انه مش بالضروره نعوز مقدح وبراغي لنركبهم على بعضهم. فينا بباتاكس تلزيق، يعني كثير قوي 100% كل باتاكس نقدر نلزقهم على بعضهم، بس اكيد بدنا ننطر نثبتهم مزبوط لننشف لنقدر نرجع نحط عليه قصص. مزبوط، اكيد اكيد. دونك رح نشوف انه كيف بدنا نعمل هيدي البيبليوتيك سوا. انا جبتهم القدد طولهم 150 متر، 150 متر، 150 سنتي بناية اذا بدكم تعملوا بناية 150 سنتي. يعني اكيد كل واحد بيختار قياس حسب الحيط اللي عندنا اياه. رح نعوز تقريبا بين 9 و10 قدد حسب الكومبوزيشن يلي بدكم اياها. رح اوقف من هالميله. اوكي. هلا انا بدنا نجرب انا وياك ستاف، فينا يعني مثلا السيد شفت هذا السلم يلي معمول هون بالكومبوزيشن، فينا نعمل هيك، فينا مثل بالصوره اللي انا فرجيتكم اياها. رح نبلش نشوف نحن اول شيء بدنا نعمله انه على الارض او على طاوله مثل هون مبرومه، بنجرب نعمل بنجمعهم لنشوف كيف بدنا اياهم وكيف القياس اللي بدي اياه، لانه انا بدي اضطر انشر اقصقص منهم لحتى اوصل للقياس اللي بدي اياه. هلا اللي بدنا نعمله رح نعوز شيلهم هول على جنب. هي الفكرة انه ينحطوا بطريقة عشوائية، مش يكونوا مصفصفين وبارالل لبعضهم. يعني بنبلش مثلا اول وحدة اذا مبين معنا بالاتجاه مثلا فيها انجل شوي لبرا، الثانية كمان بدي طلعها لبراتها اكثر، يعني يكون رايحة بالطول، يعني منهم قد بعضهم، وكمان الثالثة بهالطريقة. بس كان رح ناخذ سوا وقفة ونرجع. اوكي.